أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج إفريقيا ولقاء أسبوعي يتجدد على شاشة النيل الأخبار. يسعدني أن أصحبكم خلال هذا اللقاء بدلا من زميلتي ليلى عمر لحين عودتها من الإجازة. نبدأ معكم مشاهدينا الكرام هذه الحلقة بباقة من أهم وآخر أخبار القارة السمراء، ولكن بعد الفاصل. نجدد التحية. شدد وزير الخارجية سامح شكري على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، مشيرا إلى أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقي في هذا الصدد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية مع أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تم استعراض آخر التطورات في ملف سد النهضة. وأكد شكري خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كما وجه وزير الخارجية خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات. اختتم مؤتمر النيل من أجل السلام لممثلي المجتمع المدني وأصحاب المصلحة أعماله التي امتدت من 9 دول إفريقية من بينها مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأوغندية كمبالا. اختتم أعماله بإصدار وثيقة تتضمن عدد من المبادئ التوجيهية لإيجاد حلول عادلة للجميع. اتفق المشاركون على تأجيل الملء الثاني لسد النهضة ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من الشعوب الثلاثة. وشارك في المؤتمر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. تسعى مصر إلى إيجاد حل سلمي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات وإعادة بناء مؤسستها الوطنية لفتح أفاق التنمية. الرئيس السيسي أشار إلى استمرار مصر في إيلاء سد النهضة أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاثة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. كما شدد على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل. المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أكد أن مصر رفضت مقترحاً إثيوبياً يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري. وقال إن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية. وأضاف المتحدث أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الإفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاثة للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. وشدد على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، ولن تقبل بالتوصل إلى تفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب. وأضاف أن مصر متمسكة بضرورة التوصل إلى اتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، موضحا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية وأبدت قدرا كبيرا من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاثة. وعلى إثيوبيا الآن أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود.
أجرى وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري اليوم مباحثات مكثفة مع كبار المسؤولين بحكومة جنوب السودان، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وقال الدكتور مغاوري إن الزيارة استهدفت بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما تم الاتفاق على بحث تنظيم منتدى أعمال مصري جنوب سوداني بالقاهرة يضم مجتمعي الأعمال ومسؤولي البلدين. إذن مشاهدينا الكرام، الآن إلى الجزء الحواري من هذه الحلقة ونخصصه إلى الشأن الصومالي. خلافات جديدة بين القوى السياسية في الصومال، لكنها قديمة حول ما تدور عليه أو حول طبيعة هذا الخلاف. الأزمة هي تعثر إجراء الانتخابات في الصومال، وعلى وقع ذلك وقع الرئيس الصومالي على مقترح التمديد. بموجب هذا التمديد ستستمر صلاحيات الرئيس والبرلمان لمدة عامين إضافيين بلا انتخابات، وهنا مربط الفرس وهنا العقدة التي بات الشعب الصومالي الآن بصددها وعليه أن يبحث عن حلول لها، ما بين رافض ومؤيد لهذه الفكرة، وما بين حقوق قانونية وتشريعية، وما بين أيضا رؤية إقليمية ودولية لهذا القرار من الرئيس الصومالي وتبعات هذا الأمر. هذا ما سنفرد له مساحة خاصة في حلقة الليلة وهذا الأسبوع من أفريقيا. يسعدنا أن يكون معنا للرأي والتحليل حول هذا الموضوع الضيف الكريم الأستاذ عابي فرح عثمان الكاتب الصحفي الصومالي. أهلا بك معنا. شكراكم جدا. أهلا بك. في البداية نتابع هذا التقرير وبعده نفتح الحديث مباشرة مع حضراتكم ومع ضيفنا في الاستوديو في أفريقيا. على الرغم من تهديدات دولية بفرض عقوبات وقيود، وقع رئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو قانونا مثيرا للجدل ينص على تمديد ولايته لعامين بعدما انتهت في 8 فبراير من دون إجراء انتخابات. إذاعة مقاديشيو أعلنت أن الرئيس أصدر القرار بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان، على الرغم أنه لم يتم التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ، لأن رئيس المجلس اعتبر أن اعتماده من قبل مجلس النواب مخالف للدستور. القانون ينص على تنظيم انتخابات بحلول عام 2023 مع العودة إلى مبدأ رجل واحد صوت واحد، وهو هدف طموح حددته الصومال في البداية لإجراء أول انتخابات ديمقراطية بالكامل منذ عام 1969. لكن تنظيم الانتخابات بالاقتراع العام المباشر تعثر بسبب خلافات سياسية متعددة، وقبل كل شيء لأسباب أمنية. ولأجل كسر الجمود تم التخلي عن هذا المبدأ في اتفاق أبرم في 17 سبتمبر بين رئيس فارماجو وخمسة من قادة المناطق. ودعا الاتفاق إلى انتخابات رئاسية وتشريعية غير مباشرة قبل انتهاء ولاية الرئيس وإعادة النظر في نظام معقد ينتخب وفقه مندوبون يختارهم زعماء العشائر البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس. وقد أدت هذه العملية أيضا إلى طريق مسدود بينما يتبادل قادة المناطق ورئيس الاتهامات بتحمل المسؤولية عن ذلك.
إذن ماذا يحدث في الصومال الآن، وإلى أي المآلات قد يتجه الصومال في الفترة أو في المدى القريب من الأيام؟ أتوجه إلى الأستاذ عابي فرح عثمان بهذا التساؤل. أستاذ عابي، قبل أن نتوغل أكثر في القرارات الأخيرة وتأثيراتها، لابد أن تضعنا في الصورة التاريخية لما أوصلنا إلى ما نحن بصدده اليوم. لماذا تعثرت آلية الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان يجب أن تتم قبل انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله فورماجو، ولم تتم في حقيقة الأمر رغم تعقيدها، لكنها كانت آلية وموجودة والمفترض أنه متفق عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم أولا على هذه الاستضافة، وسعيد جدا بأن يكون معكم في هذا الحوار الخاص حول هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الصومال. الصومال منذ عودة ما يسمى بالحكومات الانتقالية بعد الحروب الأهلية في عام 2000 اعتمدت آلية لانتخاب رئيس البلاد وأعضاء النواب. هذه الآلية كانت تقضي قيام رؤساء العشائر والوجهاء بتسمية أو تعيين أو اختيار أو انتخاب رؤساء أعضاء البرلمان. أعضاء البرلمان بدورهم كانوا ينتخبون رئيس الجمهورية. استمرت هذه الآلية رغم تعقيداتها طبعا، وهي لا تخلو عن من عيوب، لأنها كانت بداية طيبة وأمرا تم التوافق عليه وكان الكل راضيا عنها. استمرت إلى أن تم انتخاب الرئيس الحالي محمد عبد الله فورماجو، انتخب بهذا الأسلوب وبهذه الآلية. فلما تم انتخابه عام 2017 كان من المفروض أن يقوم بالعمل على تطبيق اقتراع مباشر لانتخاب رئيس الجمهورية ونواب البرلمان، طبعا بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لكنه أخفق في ذلك، كان أمامه مهلة 4 سنوات لكي يمهد لانتخاب بالصوت واحد وشخص واحد ديمقراطي مباشر يشترك فيه جميع المواطنون لانتخاب ممثليهم. وكان واضحا أن رئيس فورماجو منذ مجيئه إلى الحكم كان في نيته تمديد فترته، هو الذي عطل بالعمل على تطبيق هذا النمط طبعا. نعم. من التصويت، عازما العقد على تمديد فترته عندما تنتهي، ومن أول يوم بدأ يفتعل مشاكل مع الحكومات الإقليمية أو الولايات. طبعا الحكم في الصومال حكم فيدرالي يتكون من هناك سلطة شبه ذاتية للولايات وهي 5 ولايات. طبعا العاصمة مقديشو عاصمة لا تعد، مع أنها محافظة لكنها لا تعد ولاية مستقلة، لأن التشريعات والقوانين الخاصة بها لم يتم إصدارها أو تبنيها حتى هذه اللحظة. هو بدأ يفتعل، كان قصده محاربة والتعطيل النظام الفيدرالي الذي تحمل به الحكومة وتتمنى بها البلاد. نعم. أول مشكلة بدأ افتعال المشاكل مع بونتلاند ومع جوبلاند بشكل خاص، لأن جزء من هذه الولاية أو الحكومة الإقليمية جزء منها تسكنه عشيرته هو، وهي محافظة جدو التي بدأ في الفترة الأخيرة على مدى الأشهر الأخيرة يحشد فيها قوات من الحكومة، القوات التي كان المفروض أن تقاتل تنظيم الإرهاب بدأ ينقلها جوا، لأنها لا تستطيع أن تصل إلى تلك المنطقة إلا بواسطة الطائرات، تكاليف
وحجم دي كلها والجهود التي تراهق على 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 هذه العمليات. هل كان المسار الذي كان معد سابقا لا يمكن أن يأتي بالرئيس فورماجو في ظل الآلية التي هو عطلها أو ساهم في تعطيلها؟ يعني هي المشكلة غير اللي فورماجو منذ أن جاء إلى الحكم وبعد ما جي ايش اسمه ده أبي أحمد بتاع إثيوبيا 2018 بدأت علاقة حميمية بينهم، توافقت كيمياء بتاعهم، انضم إليهم في وقت لاحق السياسة فاروقي. وكما تعرف أن أبي أحمد يحارب برضو النظام الفيدرالي لأن غارته الأخيرة وهجمات الحكومة الإثيوبية الأخيرة ضد التكراي كان هدفها القضاء على النظام الفيدرالي. وطبعا وده هذه فكرة بتاع قومية الأمهرة التي كانت تسيطر على مقاليد الحكم منذ سنوات طويلة. هو يطبق هذه الفكرة، كان يريد أن يقضي على النظام الفيدرالي بحيث يكون رئيسا مطلق الصلاحيات، ليس هناك أحد يعارضه. كان الهدف، المشكلة تركزت في هذه الأشياء. وفي سبيل ذلك قام أطاح بالحكومة الإقليمية التي كانت فيها في إحدى واسمها حكومة باي في منطقة الجنوب الغربي في الصومال بقوات إثيوبية. وجاء رئيس موالي لها. نفس الشيء حصل في منطقة جلمدوك، أطاح بفرقة كانت موجودة قوة اسمها يعني قوات أو تنظيم الأهل السنة والجماعة الذين كانوا مسيطرون هناك بحكم، وفرضوا نوعا من الأمن والاستقرار بحيث قوات تنظيم الشباب لم تستطيع أن تقترب من هذه المنطقة. هو أطاح بهم ونصب رئيسا مواليا له، وبعدها بدأ قوات الإرهاب دي وتنظيم الشباب تتدخل في المنطقة. عمل نفس الحكاية مع حكومة ثالثة وهي منطقة اسمها اسمها شلف هيران، أطاح برئيسها وجاء بالرئيس الموالي. هذه السلاسل الحكومات الإقليمية موالية له، بالإضافة إلى معارضة كل من بونتلاند وجوبنلاند له. ففي المحادثات الأخيرة التي كانت تجري الآن تحت يعني رعاية أو إشراف أو ترتيب وسمي ما شئت المجتمع الدولي في مقديشو وفي المنطقة التي تسيطر منها منطقة أفسيوني، هو افتعل المشاكل، قال إن هذه هاتان الحكومتان لا تريدان الانتخابات، وخرج وقام معتذرا قال إنه سيجري مشاورات. بعدما خرج وزير الإعلام بتاعه وقال إن المحادثات فشلت بسبب تعنت هاتين الحكومتين، يعني ودول كانوا منتظرين عودة رئيس. إذن هو كان يحاول أن يفسد هذه المحادثات أو يحاول أن يفسد آلية أو إمكانية التوصل إلى حلول توافقية مع حكومات الولايات التي هي تمثيل للنظام الفيدرالي الذي بحسب ما تقول هو كان يرفضه، الرئيس فورماجو يرفضه ويريد وأد هذا النظام كي يستمر في السلطة إلى أبعد من ذلك زمني. أيوة. طيب يعني اسمح لي أستاذ عبي نأخذ يعني رأي آخر عن التأثيرات الدولية وردود الفعل الدولية حول هذا الموضوع. هناك عدد من ردود الأفعال صدرت من جهات دولية كثيرة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وعن هذا رد الفعل أسأل ضيفي عبر سكايب من واشنطن المحلل السياسي ماك شرقاوي. سيد ماك أهلا بك معنا في أفريقيا. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وجمهورك الكريم. أهلا بك سيد ماك، ما هي ردود الفعل المبدئية للولايات المتحدة على قرار الرئيس الصومالي بتمديد صلاحياته والبرلمان لمدة عامين إضافيين
بلا انتخابات، كيف تنظر الولايات المتحدة لهذا الأمر؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بتنظر دائما في موضوعات الحكومات و يعني شرعية الحكومات في الأنظمة التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وممكن يتعامل مع هذا الموضوع ده انقلاب على الشرعية تمديده بالقرار المنفرد من السيد محمد عبد الله فرميجو رئيس الصومالي أن يمدد لنفسه الرئاسة بقانون ولم يتم الموافقة عليه من البرلمان في الصومال، فبالتأكيد بيفقده الشرعية ويصبح رئيس منتهي الولاية. فالرئيس المنتهي الولاية لا يحق له إلا على سبيل الاستثناء إذا كانت هناك كوارث طبيعية أو ما يحول دون إجراء الانتخابات، ولكن هو لا يريد إجراء الانتخابات لأنه يعرف أنه لا يملك على الأرض ما يمكنه من الانتصار أو الفوز بولاية جديدة. وأعتقد أن هذا القرار يعتبر انقلاب على الشرعية، فهو انقلاب أبيض الولايات المتحدة الأمريكية بتنظر إليه. بالتأكيد الولايات لا تتعامل مع الدول التي تنتقل فيها السلطة بطريقة غير شرعية، فانتهاء ولاية الرئيس فرماجو هي بالتأكيد يعني سوف تحرض عليها المجتمع الدولي. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تهدد بالعقوبات، والعقوبات أعتقد أن يعني الصومال الشقيق يئن من الحالة الاقتصادية وبيتعافى من حرب أهلية مزقت أواصر البلاد، ووصلوا إلى حلول على الأرض. وأعتقد أن ب2023 هناك يعني مفترض أن يتم تنفيذ صوت واحد رجل واحد، وأن يكون الانتخاب انتخاب مباشر وليس من انتخاب زي المجمع الانتخابي كده في أمريكا. المجمع الانتخابي في أثيوبيا أن تنتخب القبائل أعضاء مجلس النواب، ومجلس النواب هم من ينتخبوا الرئيس. لا، ممكن احنا كنا حنصل إلى المرحلة القصوى في الديمقراطية لانتخاب المباشر للشعب، أن كل الشعب له الحق في التصويت. أعتقد أن هناك عقوبات قادمة بالتأكيد على الصومال. طيب سيد ماك، أيضا الصومال في كفة أو في ميزان الولايات المتحدة، بغض النظر عن الأمور التاريخية وبغض النظر أيضا عن يعني رؤى سابقة، لكن بالتأكيد الصومال له أهمية خاصة لدى الولايات المتحدة، وإلا لم تكن لتبذل هذه الجهود على صعد مختلفة. لكن بالتأكيد الولايات المتحدة تهتم بشكل خاص بهذه الدولة لما لها من تأثيرات على مصالح استراتيجية أمريكية في هذه المنطقة. إلى أي مدى أنت تقيم هذه الأهمية، وبالتالي يمكن أن نفهم اهتمام الولايات المتحدة بالفترة القادمة في الصومال؟ ما في شك أن الصومال على قمة القرن الإفريقي، وهو بالتأكيد دولة استراتيجية بموقعها الجغرافي على باب المندب. باب المندب ده بيؤثر على التجارة العالمية، نسبة 30% من التجارة العالمية بتمر من هذا المضيق. واعتقد أن كل دول العالم مهتمة بهذه المنطقة ولها قواعد عسكرية، يعني القاعدة العسكرية الوحيدة خارج حدود الصين موجودة في جيبوتي. جيبوتي فيها الكثير من القواعد. أعتقد أيضا أن الصومال يمثل بالتأكيد حجر الزاوية للولايات المتحدة الأمريكية للتواجد في هذه المنطقة التي بالتأكيد هي مهمة جدا، مش بس لدول أفريقيا والدول العربية، لا، التجارة العالمية. فالصومال حجر الزاوية، وأعتقد أن وصلت الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد الصومال أن يلتئم ويعني ويلملم جراحه، وكنا دخلنا خلاص في عملية شبه ديمقراطية اللي موجودة دلوقتي لنصل إلى الديمقراطية الكاملة في 2023، ولكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن. هل تتصور حضرتك أخيرا أن يكون للولايات المتحدة دور في محاولة ربما فرض عودة هذا المسار الذي كان متفقا عليه فيما قبل إلى وضع التفعيل في الصومال بأي طريقة كانت؟ أعتقد أن الضغوط الأمريكية سوف تؤتي أكلها، خاصة أن الاقتصاد الصومالي يعني بيتعافى. الاقتصاد الصومالي لا يحتمل أبدا عقوبات، وخاصة من دولة أصبحت الآن هي المعين الأول للصومال، فبالتأكيد العقوبات سوف تأتي أكلها. وبعدين يعني هناك يعني علامات استفهام كثيرة
على المتواجدين في الساحة في الصومال. يعني مدير المخابرات الصومالي كان مراسل صحفي لأحد يعني الدول العربية، فأعتقد أن هناك يعني أمور كثيرة يعني ينظر إليها الصوماليون لا يريدون الانخراط فيها، زي مثلا المرتزقة اللي بيدفع بهم فيرميجو لمعاونة منتهي الولاية أبي أحمد، هو أيضا منتهي الولاية آخر كرئيس وزراء لأثيوبيا. هناك الأمور كثيرة يعني نعم. بدأت تتفاقم، والشعب الصومالي النهاردة بدأ يتساءل أين أبناؤنا ولماذا ترسلوا أبناءنا في يعني مرتزقة، 2000 مرتزق موجودين للحرب في التجري والاستعدادات العسكرية التي تعدها الميليشيات العسكرية، ولا أقول الجيش الأثيوبي، الميليشيات العسكرية الأثيوبية. نعم. أعتقد أن هناك ضغوط بالتأكيد في الداخل الصومالي، وبالتأكيد لابد من الوصول إلى حل لهؤلاء الرؤساء النهاردة اللي بيبقوا منتهين الولاية ويريدوا أن يكونوا موجودين إلى ما لا نهاية دون رغبة الشعب الأثيوبي، الشعب الصومالي، ودون رغبة أيضا الشعب الأثيوبي في مثال أبي أحمد. نعم. منتهي الولاية. سيد ماك، من فضلك ابقى معي وأعود إلى ضيفي الكريم في الاستوديو السيد عابي فرح عثمان الكاتب الصحفي الصومالي. سيد عابي، يعني هذا رد فعل دولي من الولايات المتحدة، وهي يعني كيان يدفع ودائما يهتم بالمنطقة الصومالية حتى حفاظا على مصالحه الاستراتيجية في هذه المنطقة الهامة في أفريقيا، ولكن ماذا عن ردود الفعل الداخلية؟ كيف تقبل المواطن الصومالي هذا القرار بالتمديد 2 إضافيين؟ يجب عليه أن يتعامل مع الرئيس محمد عبد الله فرماجو ويتعامل مع البرلمان دون انتخابات. ممكن أضيف بخصوص رد الفعل الأمريكي. أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي هي الجهات الثلاث التي أصدرت بيانات وردود أفعال قوية جدا وصلت إلى حد التلويح والتهديد بفرض عقوبات تستهدف كبار أو قادة الحكومة. والمقصود هنا هو رئيس فرماجو نفسه ورئيس البرلمان والنواب، مجلس النواب، لأن مجلس الشيوخ ليس طرفا في هذه المسرحية الهزلية، ونائبي رئيس مجلس النواب. وظلت هذه دول تحذر منذ حوالي 5 أشهر من المساس بالمتفق عليه في إجراء الانتخابات، هذه المعادلة بعدما فشلت ما كان متفقا عليه وأفشله وعطله الرئيس الصومالي المنتهي ولايته فرماجو عن عمد وسابق إصرار. طيب حدود الفعل الداخلية، نأتي لحدود الفعل الداخلية. طبعا صارت ولايتات، 3 ولايات، بونتلاند وجوبلاند وغلمودوك، إلى رفض هذا التمديد باعتباره غير قانوني. نعم. لأن فاقد شيء لا يعطيه. رئيس فرماجو انتهت فترته في 8 فبراير الماضي، والبرلمان ومجلس النواب انتهت فترته في مارس، في نهاية نوفمبر 2020، فكيف يعطي من لا يملك؟ هذه هي المسألة. هذا هو موقف 3 ولايات من 5. ماذا عن الولايتين؟ أيوه، في 2 ولايتين وهم لم يصدر عنهما حتى الآن يعني موقف مؤيد صراحة باسم مثلا الرئيس تلك الولايتين أو المتحدث الرسمي بها، وإنما هو موقف أعلن من خلال وسائل الإعلام الحكومية حتى الآن بدون أن يتحدث أحد باسم هاتين الولايتين. الشيء الثاني أن المرشح والمعارض المنافسون طبعا، ومن بينهم الرئيسان سابقان وهما حسن شيخ أحمد وشريف شيخ أحمد، بالإضافة إلى آخر رئيس الوزراء حسن علي خيري، كلهم رفضوا. المجتمع المدني والجماعة دي كلهم رفضوا بلا استثناء هذا التمديد باعتباره غير قانوني وغير دستوري. نعم. الشعب الصومالي لا يريد هذا التمديد لأنه داخل مرين في فترة فورماجو. مقديشو تنظيم الشباب هو الذي يتحكم فيه، يأخذ الإتاوات من الميناء البحري ومن المطار،
وبشهادة الحكومة، الكل يعرف هذه الأشياء، ومن تجار معروفين ومن العاملين في مؤسسات الحكومة حتى يمنوا على نفسهم، يكونوا لازم تدفع مرتبك كم هكذا هكذا هكذا، لما تدفع نسبة مئوية من مرتبك لتنظيم الشباب حتى تأمن لأنفسهم. هم لا يقتلون الآن العاملين في المؤسسات الحكومية المدنية، إنما يستهدفون قوات الجيش وأفراد الشرطة باعتبارهم مسلحين، فالكل يرفض. رد الفعل ده أدى ماذا؟ إلى أن يعلن مرشحه الرئاسة المعارضون للرئيس وقف حملاتهم الإعلامية، وقالوا إن البلد تحول إلى دخل إلى فترة ديكتاتورية، وتحول رئيس فورماجو إلى ديكتاتور، ومن ثم لا مجال للممارسة الديمقراطية. ولوح بعضهم بانتهاج النهج المناسب للتعامل مع ديكتاتوريين، مع المستبدين، من أمثال محمد عبد الله فورماج. بعضهم غيروا مناطق سكناهم وانتقلوا في داخل مقديشو إلى مناطق تكثر فيها عشائرهم، بحيث يحتموا ويتحسنوا وسط عشائرهم. نعم. وطبعا عشائر مسلحة. نعم. إلا قيمة السلاح يباع في هناك السوق علنا، السلاح في مقديشو تضاعف سعره، البدء كله يستعد. في هذه الآونة ظهر اسم جنرال اسمه جنرال صادق جون. صادق جون هو مدير شرطة العاصمة. عاصمة مقديشو. طيب اسمح لي نتوقف عند يعني مدير شرطة العاصمة، لأن هذا أمر أيضا له دلالات خاصة، لكن اسمح لنا نتوقف عند هذا الموضوع بعد فاصل قصير، فابقى معنا في المتابعة. أهلا بحضراتكم من جديد، وأتحول مرة أخرى إلى ضيفي من واشنطن المحلل السياسي ماك شرقاوي. سيد شرقاوي، يعني ضيفي السيد عابي فرح عثمان في الاستوديو يتحدث عن ما يتم الآن في العاصمة مقديشو، وأن حتى السلاح الذي يباع علنا في أسواق مقديشو قد تضاعف سعره. هناك مرشحون رئاسيون منافسون، أو كانوا يفترض أن ينافسوا الرئيس محمد عبد الله فورماجو المنتهية ولايته، غيروا أماكن سكناهم وتحولوا إلى السكن في مناطق تكثر فيه عشائرهم، احتماء بهذه العشائر التي هي بين قوسين مسلحة. إذن ربما شبح الحرب الأهلية أو شبح التصادم المسلح يبدو واضحا في الأفق.
تتصور أنت أن الولايات المتحدة قد تتدخل أيضا بطريقة ليست سلمية لوأد هذه المسألة قبل أن يتمزق الصومال من جديد وهو لا يزال يحاول أن يلملم شتاته؟ لا أعتقد، لأن السودان لديها الولايات المتحدة الأمريكية لديها تجربة سيئة جدا في التدخل العسكري في داخل أثيوبيا، واكتوت بنار العمليات العسكرية وحرب الشوارع والجوريلا وور وما يعني ما تكبدته من خسائر في الأرواح وخسائر في العمليات السابقة التي قام بها الولايات المتحدة في الصومال. أنت تتحدث عن هذه العمليات السابقة؟ نعم بالضبط. فالولايات المتحدة الأمريكية اكتوت من نار هذه العمليات العسكرية. لا أعتقد سوف يكون هناك تدخل مباشر، يعني باللفظ الأمريكي boots on the ground. لا يعني الوحدات الأمريكية الموجودة اللي هي أفريكام موجودة في أفريقيا بتقوم بعمليات جراحية من خلال طائرات الدرونز ومن خلال يعني الاستهداف للرؤوس واستهداف إلى العمليات الإرهابية خاصة في منظمة الشباب. أعتقد أن يمكن أن يتم الدعم اللوجستي، الدعم المخابراتي، ولكن لا أعتقد أن يكون هناك دخول لقوات أمريكية في الصومال. يمكن أن يتم الدفع من خلال الولايات المتحدة الأمريكية لتصعيد الموقف في الأمم المتحدة لإرسال قوات حفظ سلام أو إضافة يعني عنصر دولي لهذا الأمر، لأن بالتأكيد الصومال يعني فعلا موقعها استراتيجي، وقد عانينا طويلا من عمليات القرصنة التي كانت تتم في هذه يعني المنطقة. فأعتقد أن لن يكون هناك تدخل رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة بتلملم قواتها من مناطق النزاع، يعني صدر قرار أمس من الرئيس بايدن بسحب القوات بذكرى 20 يوم 11 سبتمبر القادم سوف يتم سحب القوات الأمريكية وأيضا قوات التحالف. فأعتقد أن الدعم ممكن أن يكون من خلال اللوجستيات والعمليات المخابراتية والعمليات الجراحية من خلال الاستهداف. أنا أشكرك شكرا جزيلا، المحلل السياسي من واشنطن ماك شرقاوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاءات. وأعود إلى السيد عابي فرح عثمان، كان لديك تعقيب على ما قاله سيد ماك شرقاوي بخصوص ربما تدخلات محتملة أو شكل وطبيعة التدخلات المحتملة للولايات المتحدة؟ أولا الموقف لن يقتضي تدخل أمريكي خالص، يعني عسكري، يعني تدخل موقف يعني تدخل أمريكي تظل الأزمة سياسية يعني ويمكن حلها سياسيا. أيوة طبعا، مجرد فرض عقوبات وقيود على فورماجو ومن حواليه المشكلة كفيلة بحلحلة الموقف. ثم إن مشكلة القائمة الآن تتركز في مغديشو، يعني مش في مغديشو كلها، إنما في أجزاء معينة من العاصمة. الحكومة لا تسيطر على مغديشو كلها لنعلم هكذا يعني. طيب يعني ربما لدينا نصف دقيقة ولابد أن نعود إلى مسألة صادق جون وهو مدير شرطة العاصمة مقديشو الذي جرده الرئيس فورماجو من صلاحياته لأنه كان يحاول منع عقد الجلسة التي تم التمديد فيها. تمديد كلامك صحيح 100%، هذا الرجل كان موالي لفورماجو 100%، فلما أحس بخطر وعواقب التمديد انقلب عليه وحاول منع النواب البرلمان من التوجه إلى البرلمان للتصويت لفترة التمديد. هذا الرجل عنده قوة كبيرة من المدفعيات ومقاتلين، ترك منطقة سكنه وراح إلى منطقة أخرى تكثر فيها عشيرته أمس، وبات هناك الليلة الماضية، وحاولت قوات تابعة لفورماجو الاقتراب من تلك المنطقة. هناك رواية تقول إنها سحبت في آخر اللحظة بسبب وصادات، لكن في الحقيقة أن قوات خاف فورماجو من التعرض، لأن البلد كله سيشتعل، وإذا اشتعل لا قدر الله فهو أول المحترقين. هكذا يعني، وهذا ما لا نتمناه. ماذا لا نتمناه؟ بالطبع بالطبع لا نتمناه. ويبقى الملف الصومالي مفتوحاً
إلى حين ولنرى ماذا تخبي الأيام للصومال وشعبه. أشكرك شكرا جزيلا سيد عابي فرح عثمان الكاتب الصحفي الصومالي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات ورؤية والتحليل للوضع. أشكركم جدا. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من أفريقيا، على وعد بلقاء قادم في نفس الموعد من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، حلقة قادمة بأمان.